في قاعدة بتقول إذا أصلح العبد ما بينه وبين الرب، ربنا عمم الصلاح على كل ما هو حوله. في عندنا من أجيال التابعين سيدنا الربيع بن خيثم رحمه الله، هو أدرك عصر النبوة لكنه لم يرى النبي، فليس بصحابي، لكن كان من العباد، كان له ورد قرآني ما يتخلاش عنه، وكان له ورد في قيام الليل ما بيتخلاش عنه، ومع الصيام والقيام أصيب بالهزال والضعف. فجاءته ابنته في ليلة من الليالي وجلست بجواره بعد العشاء بقليل، وقالت: يا أبتي، من أعز الخلق عندك؟ من أعز الخلق عندك؟ قال: أعز الناس عندي هو حضرة النبي محمد. ما دي ناس عايشة لله. أنا لو سألوني هنقول المرأة، أنت لو سألوك تقول الوادي الكبير، والتاني يقول لك الوادي اللي في قطر هو اللي منغنغنا، والتاني يقول لك الباشا بتاعنا، وكل واحد يعني كل يغني على ليلاه، سبحان الله. يعني من أعز الخلق عندك؟ من أغلى الناس عندك؟ قال: لها حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: أستحلفك بحبك له أن تستريح الليلة ولا تقوم الليل. ليه كده؟ طيب ليه؟ قلت له: أنا شايفك مرهق وتعبان وعيان، وبعد كده قيام الليل ده نافلة يعني، فزي بعضه ادينا للذي راح. قال لها: بيت الأمر لله، أنت شكت علي أعز الناس. فلما هم أن يرقد قال: اللهم إنك تعلم أن السهر، قيام الليل يعني، أحب إلي من النوم، لكن ابنتي ساقت علي أعز الناس عندي، حضرة النبي محمد. فغفلت عيناه فرأى نفسه أنه ذاهب إلى البصرة، هو من سكان الكوفة، البصرة دي في العراق، الكوفة دي في سوريا. فرأى نفسه داخل إلى أسواق بصرة، وإذ بمنادي ينادي عليه ويقول له: يا ربيع، يا ربيع. قال: نعم. قال: أبشر، فإن الله زوجك بميمونة، وسيكون اللقاء بينكما في جنات النعيم. بشرى. فاستيقظ وقال: ميمونة من أرض بصرة؟ طب نروح نشوف إيه الأخبار. فلما وصل إلى أسواق بصرة اجتمع الناس حوله، قيمة وقامة، علم من أعلامنا، سيد من التابعين الكبار، رحبوا به وجلس معهم، ثم سألهم: أتوجد عندكم امرأة تسمى ميمونة؟ قالوا: نعم، ميمونة المجنونة. قال: ماذا؟ قالوا: ميمونة المجنونة. قال: وفيما كان جنونها؟ انتوا ليه قلتوا عليها مجنونة؟ قالوا لها: دي بترعى الغنم نظير أجر، وتيجي آخر النهار الأجر تشتري به تمرا وتوزعه على اليتامى والأرامل والمساكين، فإذا ما جن الليل بعد العشاء وقفت في محرابها تصلي وتبكي طوال الليل حتى تهيج كل جيرانها، فلا يستمتعون بنوم، فذهبوا إليها وطالبوها أن تستريح لتريح. قالت: وكيف يستريح من يعرف أن حبيبه لا ينام؟ حرام على المحب أن ينام. فقلنا: إنها مجنون. قال: لا، ليست هذه أوصاف المجانين، هلا دللتموني على مكانها؟ قالوا: الآن هي في خارج البلدة ترعى الغنم. فسار إليها حيث وصفوا له، فوجدها تحت ظل شجرة تصلي وتبكي بين يدي الله، فجلس وراءها، لكنه رأى شيئا عجبا، رأى أن الذئاب تحرس لها الأغنام. هذا قانون معكوس، يعني العداء شهير، الذئاب تحرس الأغنام، ده شيء إيه. فلما فرغت من صلاتها
قال لها السلام عليكم، فالتفتت إلى الوراء ونظرت إليه وقالت عليك السلام يا ربيع، الموعد هناك، الموعد هناك، ألم يتضح لك الأمر في الرؤيا البارحة؟ قال يا أمت الله، أخذني الشوق إليك وأود أن أسألك، كيف تحرس الذئاب الأغنام؟ قالت أصلحنا ما بيننا وبين الله فأصلح الله ما بين الذئاب والأغنام. إذا صلح قلب العبد مع الرب أصلح الله كل شيء حوله. ثم قالت له يرحمك الله، ألا أسمعتني شيئا من ذكر الله فإني أحن إلى لقاء الله. فبدأ يقرأ عليها ما تيسر من سورة المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إلى أن قال وربنا يصف مشهد من مشاهد العذاب في الآخرة، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، فصرخت وشهقت ثم أسلمت روحها إلى الله. حملتش لأنه اللقاء هناك، قعد هو يتحسر ويضرب كفا بأخرى. فوجئ بمجموعة من النسوة أحضرن طستا وأكفانا وأقبلن إلى المكان، فنظر إليهن وأنتون من أخبركن أنها فارقت الحياة الدنيا؟ قالوا طوال عمرها تقول يا رب لا تقبض روحي إلا في وجود الربيع بن خيثم، فلما علمنا أنك وصلت إلى المكان قلنا إن الأجل قد حان، فأحضرنا الماء وأحضرنا الأكفان. نعم أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك. نسألك شفاءك الذي لا يغادر سقما، اللهم اشفنا واشف عبادك المؤمنين، اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا، وتقبل حمدنا وشكرنا، فأنت الحقيق بالمن والفضل. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم نصرك المؤزر لإخواننا المرابطين وإخواننا المجاهدين، اللهم سدد رميتهم، اللهم احرسهم في ديارهم، اللهم أمنهم في بلادهم، اللهم اكتب الغلبة لهم، اللهم لا تجعل لليهود في القدس غاية ولا ترفع لهم يا مولانا هناك راية. اللهم عليك بكل من تجبر علينا، اللهم عليك بكل من بغى علينا، اللهم عليك بكل من دنس مقدساتنا وبكل من قتل أطفالنا. اللهم انتقم يا عزيز يا ذا الانتقام الشديد، أرنا فيهم قدرتك فأنت جبار السماوات والأرض. اللهم إنا ضعفاء فقونا، إنا مغلوبون فانصرنا. اللهم أيدنا بنصرك وجندك وملائكتك الكرام. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم أمننا في أوطاننا أجمعين، ندعوك يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا وعلى تحقيق نصرنا قدير قدير. اللهم سر بأعمالنا قلب نبينا، وأسعد بإخلاصنا فؤاد حبيبنا، وردنا إليك ردا جميلا.